جد هذا اللي صار بمخي عقب ما شفت مؤتمر ابل امس السلام عليكم معكم احمد بوعريكي تدرون ان انا اسوي فيديوهات باللغه العربيه صار لي الحين خمس سنين تقريبا موجود في هذا المجال بس يمكن ما تدرون ان انا بنفس الوقت تقريبا بلشت قناه انجليزيه وهجرتها صار لي خمس سنين تقريبا بس حابه ابلش ان انا ارجع هذه القناه وابتداء من اليوم راح تقدر تشوف هذه المراجعه باللغه العربيه وايضا باللغه الانجليزيه اذا كنت حاب وتقدر تتابع هذه القناه من خلال الرابط اللي راح يكون موجود في صندوق الوصف مشكورين دائما على الدعم وخنبلش الفيديو مع بعض يعطيكم الصحة والعافية معاكم احمد بوعركي، مؤتمر ابل اول مؤتمر حق سنة 2021 بما يسمى بالسبرينج لودد وفعلا كان وايد ملغوم باعلانات وهاردويرات وايد مهمة اللي تخلينا انا صراحة تحمست حق WWDC دي سي مؤتمر المطورين بشكل وايد كبير من بعد الاعلانات اللي شفناها امس، الحين المؤتمر ما صار 24 ساعة فهدوا اللعب، ادري ان انا ما نزلت فيديو مبارح مثل الناس بس اعطاني وقت ان انا اقدر ارتب افكاري واعرف شنو بقول و ابتعد عن البلاسيبو افكت او التاثير حق الدواء الوهمي اللي عاده انت تحس فيه من اول ما تشوف الفيديو وتحس ان شاد حيلك منتجات وايد قويه فتعطيها اكثر من حقها لا اليوم طخينا عرفنا شنو الاعلانات كانت رتبت افكاري شنو اللي عجبني شنو اللي ما عجبني فاقدر امشي معاكم الحين حبه حبه وخطوه خطوه ونعرف رأي بالموضوع بس قبل ما نبلش حاب اذكرك اذا انت كنت مشاهد لكن ليس متابع يا انك تتابع وتضغط على الزر الاحمر وتفعل جرس التنبيهات عشان تكون من الاوائل يشوف الفيديوهات الجايه وخلنا نبلش الحين. اوكي فبالطريقه اللي راح اسوي لكم عليها تغطيه هالمره وهو انه راح نشغل بيكتشر ان فكاني للحين موجود هنا معاكم وراح نشوف مؤتمر ابل مع بعض. علشان نشوف شنو كانت اهم الاحداث اللي صارت طبعا مؤتمرات ابل مع حركاتهم السينمائيه للحين انا استمتع لما اشوفهم استغفر الله القزقوزه حاطين بكل مكان ادري انه هو مو شواذ بس يعني واضح الفكر والتوجه على العموم على العموم اول شيء اعلنوا عنه كان هو لون جديد حق الايفون 12 على قولتهم لون الربيعي الجديد حق الايفون 12 طبعا راح يكون متوفر حق الايفون 12 مع الايفون 12 ميني حق الالوان الردي موجوده عندهم زادوا لكم بعد لون راح يكون لون البنفسجي واتوقع يعني لعبوها انهم يعطونك لون بنفسجي لأنه راح يطقم مع منتج ثاني هم بعد راح أتكلم عنه بعد شوي اعلنوا عنه الاعلان الثاني كان يحمسني انا بشكل اكبر وهو اكيد الاير تاجز وسووا لك اياها بطريقه وايد حلوه ان يراونك شلون يستعملون لك خدمه فايند آه, ماي من شركه ابل ال ال الطريقه اللي انت تقدر تتبع فيها التراكنج اللي تقدر انت تسويه حق منتجات مالت شركه ابل اوريدي موجوده عندك يستعملون شغله اسمها الـ ال اليوتيوب اللي هي راح تكون موجوده على اخر واحدث تليفونات من شركه ابل ايفون 11 وايفون 12 والمبدا من وراها هو ان انت تقدر تستعمل الجيو مالك بناء على بعض من المستشعرات اللي راح تكون موجوده بالتليفون إذا شغاله اصلا بالخلفيه مراعاه على خصوصيتك طبعا علشان تقدر انت تتبع هذه الامور الموجوده عندك واستعملوا نفس هذه التقنيه اللي هي موجوده على تليفونك كمبيوترك الايربودز مالتك وحطولك لك اياها على هذا الباك مثل ما انتم شايفين بما يسمى بالاير تقدر تسوي كاستم انيشلز موجوده عليه تقدر تشتري له ميداليه تقدر تاخذ له ستراب وغيره من الامور علشان تقدر انت تعلقه على جنطتك مثلا مثل ما انت شايف مالت السفر او على لعبه ولدك اللي دائما يمكن يضيعها اكيد تحط ميداليه مع مع سويتش سيارتك وما اعرف ايش وهم بعدهم راح يوفروا لك منه ان انت يا تاخذ واحد او تاخذ اربع حبات واحد ب 29 دولار اربع حبات ب 99 دولار هذا كل ما يخص الاير تاج وتعال تقدر تبدل البطاريه مالته وهذا شيء حلو ان تقدر انت تبدل البطاريه مالته لما تستهلك لان عامه الاير تاجز شبيهين الاير تاجز المنتجات الموجوده بالسوق اليوم مو كلهم تقدر انت تبدل البطاريه مالتهم احنا الاعلان الثاني كان عن الابل تي في الجديد وانا بالنسبه لي هذا كان اعلان انا ناطره لأنه استعمل انا ابل تي في بشكل مستمر لي صالحين اصدارين او ثلاث اصدارات قاعد استعمله واصدار الجديد هذا انا كنت متحمس اني اشوفه وكنت متوقع للامانه ان هم طبعا قاعد يتكلمون عن برامجهم مالت ابل تي في بلس اذا انت كنت مشترك مع ابل تي في بلس بس هني ك... يعني الابل تي في الجديد اهم ميزه سووها بالجهاز هو انه حدثوا لك المعالج الموجود عليه عشان يعطيك بروسيسنج Capability اعلى ويدعم لك انظمه جديده هذا شيء حلو. الشيء الثاني اللي راح يسوي لك اياه انه يعطيك Color كولكشن كالبريشن تقدر انت تسويه من خلال الايفون مالك. بكل بساطه فكر فيها ان انت تقدر تحسن الالوان الموجوده عندك على التلفزيون من خلال الايفون مالك والكالبريشن اللي يسوي لك هي. مع الابل تي في لان هذه الاجهزه تشتغل مع بعض بشكل وايد متناغم وسهل وما تحس فيه راح تقدر انك انت تسوي هذا الشيء على طالما انت مشغل على طبعا الانبوت اللي راح يكون عليه الابل تي في فخلينا نقول انت الأج دي ام اي 1 حط ابل تي في بعدين عندك اتش دي ام اي 2 حط فيه شيء ثاني ما ادري اذا هذه التجربه راح تنتقل بس ال A12 بايونيك مره ثانيه بسبه هذا المعالج قدروا انهم يعطونك هذه الانمطه الجديده وشلون تقدر انت تسوي كولر كالبريشن حق تلفزيونك بدون لا تدخل اصلا انت على الاعدادات مالت التلفزيون مالك كله تقدر تسويه من خلال الايفون وتزامن اللي ما بينه وما بين الابل تي في وكان الحين يدعم لك طبعا اتش دي ار وانمطه ثانيه هم بعد راح يعطيك تصوير افضل بالذات لان الايفون 12 برو وال 12 برو ماكس يصور لك بدوبي فيجن فالحين صار يدعم لك اياه وتقدر تشغله من خلال الايربلاي فهني راونك شلون تقدر انت تسوي بالانس راح يعطيك مكان موجود بالتلفزيون من خلال اليو اي او تجربه المستخدم مالت الابل تي في وتلصق فيها الايفون عشان تقدر انت تسوي لها كولر بالانس بشكل وايد وايد سهل من انت تجيب تليفونك تحطه على التلفزيون اشوفها حركه وايد حلوه بالذات حق الناس العاديه اللي عمرها ما فكرت انها تسوي كولر بالانس حق تلفزيوناتها هذا راح يعدل الوانك بشكل وايد وايد كبير فحركه حلوه من شركة ابل انها تحط لك اياها بهذه السهولة. الحين الاعلان الثالث اللي صار او الرابع من بعده هو اكثر اعلان انا بالنسبه لي للحين البلاسيبو افكت ماثر عليه لانه وايد وايد عجبني الام 1 شيب مال شركه ابل جبار قاعد يشتغل على منتجاتهم بشكل وايد وايد قوي وقاعد يسحق اللي موجود من الشركات الثانيه بسبه المعالجه بسبه السرعه بسبه عمر البطاريه ولما حطوا لك على الماك ميني هم عطاك اداء وايد وايد قوي بالذات لما ما تاخذ عن الاعتبار البطاريه وزادوا لك الثيرمالز فيعطيك اداء مستقر اللي سواه الحين انه حطوا لك الشيب مال الام 1 على كمبيوترهم الاي ماك وردوا لك الالوان مال الاي ماك اوريجينال الاول اي ماك نزل اذكر باخر التسعينات مع الوان متعدده مثل ما انتم شايفين سبع الوان بالتحديد انا محتار اخذ الاصفر ولا الازرق اعطوني رايكم تحت لان ناوي ان انا اخذ لي واحد للامانه اللي يعطيك اياه من ناحيه الامكانيات كافي ووافي حق الشغل اللي انا اسويه. اوريدي انا استعمل الماك بوك برو مثل ما قلت لكم كور اي 9 راويتكم المواصفات مالته من قبل. أه بس هذا الجهاز راح يجيب لي الام 1 اللي راح يعطيني اداء وايد قوي بالذات بالاشياء اللي انا مهتم فيها اللي هي الاوبتمايز فل حق المنتجات شركه ابل قاعد كم عن كات برو وغيره وغير كذي راح يجيبوا لك اياه على هيئه لون الاصفر وايد وايد حلو أه خلينا نعيد نشوف اللون اللون الاصفر اول شيء بعدين اللون البرتقالي طبعا راح يجيب لك هيو الغامج من الخلف لون احمر ولون الباستل لون البنفسجي من الامام أه في لون ازرق بعد ولون سيلفر والحلو في الموضوع انه راح يكون نحيف مثل ما انتم شايفين، ما ياخذ مساحه وايد من سطح المكتب، وبنفس الوقت راح يجيب لك اربع منافذ تايب سي اثنين منهم راح يكونون بولت هذا شيء ممتاز، فتحه 3.5 مللي للحين راح تكون موجوده على الجهاز بس حطوا على جنب، الكاميرا عدلوها صارت 10 اي تي بي، السبيكرز السماعات اللي موجوده هني من ست سماعات راح يعطونك اداء المفروض يكون وايد قوي، الشاشه صارت 24 بوصه 4.5 كي بدال ال 21 اللي كانت موجوده على نفس الهيئه آه نحافه الجهاز راح تكون 11 مللي تقريبا اللي يعطيه شكل عصري، الحواف الموجوده دار مدار الشاشه بيضة ما ادري اذا هذا راح تزعج الواحد لما يشتغل لأنه عاده لما يكون الشيء اسود انت تقدر تحقر وتركز بالمحتوى. لازم نجرب وب... ك... هذا الاصدار الاول اللي قاعد اقول لكم عنه من الاي ماك وصار لهم فتره ما ردوا هذه الالوان فلما ردوها وايد وايد انا استانست عليها صدق او لا تصدق الاي ماك الاولي انا من الناس اللي جربته طبعا ما عندي اياه الحين بس من الناس اللي جربته كان عندي واحد أه، الاصدار الاول من الاي ماك لو كنت تدري شنو بيصير كان خذت شيء بس الله اعلم المهم قاعد اراونك هنا الفرق بين الـ cool الـ ما بين الكول الانترنلز مالوت الانتل تشيب اللي كان موجود بالاصدار القديم مال الاي ماك مع الفرقيه من ناحيه شنو المساحه اللي انت تحتاجها حق الام 1 كون ان المعالج لازم يكون موجود غير عندك البروسيسور الذاكره وهذه الامور كلها تحتاج ان يكون عندك التمذر بورد كبير لان الام 1 سيستم تشيب راح تقدر تاخذ هذه الامور كلها وتصغر التشيبسيت انه يكون موجود عندك وتقدر تخلي باقي الامور انها تكون موجوده حق ثيرم فبالضبط راح ما يستغل لك مساحه وايد كبيره اللي سووه انه هم خلوا لك المساحه مالت التل... الكمبيوتر كلها تكون لها علاقه بالثرملز لان ما يحتاج بطاريه راح يكون شابك على الكهرباء فالمساحه كلها راح تكون ثرملز سماعات وكل شيء راح تكون بس من, من تحت الكمبيوتر وهو اللي يعطي الحافه الكبيره السفليه اللي موجوده من تحت بالامانه انا ما عندي مشكله مع لغه التصميم احس انه اختلف بشكل مناسب مثل ما انتم كبر الشاشه على ابعاد جهاز كان 21 ونص صار 24 بوصه صغروا لك الحواف بشكل ملحوظ ان شاء الله راح اخذ واحد اتوقع راح اخذ لون الازرق مو لون الاصفر أه بس لاني شاك ان الاصفر بالطبيعه ممكن يكون ذهبي بس الازرق دائما ازرق ف... الاي ماك عدلوا مثل ما قلت لكم الكاميرا صارت 1080 اي تي بي عدلوا المايكروفون ماله المفروض يلقط الصوت بشكل افضل وهذا شيء انا اشهد له لان الماك بوك برو اللي موجود عندي يلقط الصوت بشكل مخيف صدق او لا تصدق مره ترى انا انسى اقول شيء احتاج اسوي فويس اوفر ما اسجل من المايكروفون اللي قاعد اصور منه الحين اسجل من المايكروفون مال الماك وادمجه مره ثانيه مع الفيديو ما حد ينتبه عليه طبعا لانه هو ام 1 فيعتمد لك على الاي اس بي يعطيك اياه الايفون فالكاميرا مالته راح تكون ممتازه الصوتيات مالته راح تكون ممتازه ويدعم لك السبيشال اوديو شيء ثاني هم بعد سووا لك اياه انه ما راح يكون شركه ابل طبعا اذا ما يطقمون لك اياه مع كاهني قاعد يتكلمون عن الصوت عندك انت آه ست سماعات ثلاثه على اليمين ثلاثه على اليسار المفروض يشتغلون بتناغم ويعطونك سبيشال اوديو اللي موجود اصلا على سماعات ابل يشتغلون بشكل جدا ممتاز صراحه جربتهم على الايربودز ماكس صوت وايد وايد قوي شلون سماعتين يعطوني هذا الصوت شيء وايد وايد قوي دوبي لوجيك صح هذا بلش في الموضوع الحين ما يصيرون شركه ابل طبعا اذا ما يتقموا لك مع الاي ماك انه يعطونك هم بعد منتجات ثانيه تمشي معاه قاعد كلام انا اكيد عن الكيبورد والماوس اللي راح يجي مع الجهاز هنا قاعد يعطونك ارقام مقارنه مع جيلة السابق من الماك ام 1 يا جماعه الخير اكيد راح يكون وايد وايد قوي عشان شيء قاعد نمشي يعني هني بوقف يعني هني جاي يحطولك ان التايم لاين مال فاينل كات برو تقدر تحط اربع فيديوهات 4K او فيديو كامل 8K بدون لا يطيح ولا فريم ولا حتى فريم واحد اذا تبي تقارن مع اللي انا قاعد اسويه انا الحين قاعد استعمل ماك بوك برو كور اي 9 16 انش Uh, 64 رام الثمانية في رام وما اعرف ايش لما اسوي فيديوهاتي هذه اللي قاعد انزل لكم اياها الاكسبورت حق الفايلات قاعد انزل لكم اياها 2 k الانبوت مالها 1440 p مرات يسوي فريم سكيب حتى لما استعمل 4 k مرات يسوي فريم سكيب هذا اربع تايم لاينز فوق بعض او 8 k بدون اسوي فريم سكيب شيء شيء وايد وايد جبار عشان كذي صراحه انا متحمس له بشكل وايد كبير وطبعا راح يشتغل بشكل مناسب مع الالعاب والتطبيقات الموجوده عندك انت على الاي او اس كونهم يستعملون يستخدمون نفس المعماريه او الاركتكتشر وين يلا حطوا الشيء اللي سووه اللي طبعا ما يكون ابل اذا ما سووه هو انك احنا قاعد يحطوا لك اربع منافذ تايب سي راح تكون موجوده من الخلف اثنين منهم راح يكونون ثاندر بولت واثنين منهم راح يكونون يو اس آه بي 3 فبسرعات عاليه من الثاندر بولت راح تقدر انك انت تركب الاكس دي ار الخاصه فيهم فيعطيك ريزولوشن هم بعد اعلى شيء قوي <applause> شيء قوي انا ما انا راح استعمل هذي الثاندر بولت عشان احط شاشات الالجين الموجوده عندي هني كون انه هم عليهم منافذ اضافيه اقدر استعمل تايب اي عليهم وذيك الساعه يكون عندي منفذين تايب uh, سي اقدر استعمل واحد منهم يكون حق الميموري كارد ريدر كون إن الجهاز راح يتخلى من الميموري كارد ريدر واللي سواهم بعد حلو انه حطولك لك ماك سيف راح يكون موجود حق الكورد ومن خلال هذا الكورد على Charging بريك نفسه طبعا هم يسمونه انوفيشن هذا الشيء موجود من زمان بالسوق بس ابل آه، راح تقدر انت تركب الايثرنت كيبل اللي يكون موجود عليه علشان ما يكون راكب على الجهاز نفسه من الخلف فتقلل عمليه الاسلاك وانك انت تحاتي انه يكون عندك اسلاك وايد وما تكون شركه ابل هذا الشيء اللي كنت ابي اراويكم اياه اذا ما تقموا لك المنتجات بشكل وايد متناسق فعندك كيبورد جديد ماجيك ماوس جديد وتراك باد جديد يعتمد اللون مال الكمبيوتر اللي انت تاخذه راح تحصل هذا الشيء فانا كان ودي ان مثلا اخذ كيبورد وماوس اصفر والاي ماك ازرق بس للاسف راح كله يكون نفس اللون على العموم بس الكيبورد الجديد اعطوك ايموجي كي واعطوك لوك كي واذا انت خذيت هذا البيسك اذا خذيت الـ الـ الهيئه الثانيه او الثالثه راح تحصل هم بعد تاتش اي دي راح يكون موجود على الكيبورد يستعملوا لك بروسيسور مبني داخل الكيبورد عشان يعطيك خصوصيه زياده لما تيجي تستعملها انت مع السكيورتي انكليف الخاص بشركه ابل آه وايرلس ما بينه وما بين الاي ماك فالمفروض يشتغل بشكل سليم وحركه حلوه انه يكون موجود عندك انا لا من قلت بس ساعه ابل واتش كذا قاعد ابطل الكمبيوتر بالابل واتش بس كون ان عندنا تاتش اي دي موجود على الكيبورد توصله بشكل سريع هم حركه وايد حلوه بالذات انه هو لان ام 1 ما يحتاج انك انت تطفي الكمبيوتر بكل بساطه تحط سليب تحط وخلاص ما يستهلك لك من طاقه بشكل وايد كبير، هذا الماجيك ماوس اللي انا ترى استعمله ما عندي مشكله معاه، وهذا التراك باد اللي هم بعد انا استعمله أه يعطيك او الايماءات اللي تقدر تسويها انت مع نظام تشغيل مال ماك. فوايد وايد متحمس حق الاي ماكس اليدد، هذا اشكالهم لما تيجي تستعملهم وضعيه الموجوده عندك انا طاولتي زرقاء فاتوقع لو كنت تاخذ الاصفر ولا الازرق ما ادري، هل احط بول؟ <applause> والله العظيم ما ادري. فوايد متحمس حق الاي ماكس الجديد بس بعدين الاعلان كان عن منتج الثاني اللي انا بالام 1 هو اكيد الايباد برو اه تخيل معي التشيب اللي موجود الحين على كمبيوترات ابل انتقل حق الايباد برو فكره الام 1 تشيب بلشت بسبه معالجه اللي يعطيك اياها الايباد برو ان هي سلسه وشكل وايد قوي فكون انهم الحين قاعد يرجعوا لك حق الايباد برو بشيب حق الكمبيوتر هذا خليك تتصور ايش كثر راح يعطيك امكانيات قويه الايباد برو الجديد بالذات ال12.9 انش لانه راح يجيب لك ميني ال دي واخيرا حولت لك ابل من بعد ال سي لسنين طويله انا الناس اللي كنت متوقع انه يحولون حق المايكرو ال بس الميني ال اي دي راح يكون هم بعد وايد 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 قوي اللي ما يعرف الفرق بين الميني ال اي دي والمايكرو ال اي دي هو حجم ال ال اي اللي راح تكون موجوده الحين تقنيه الميني ال اي دي بحد ذاتها آه معناته ان ال ال اي دي سووا لك اياهم حجم وايد صغير لدرجه ان تحتاج الاف مؤلفه منهم ان يكونون ينبع بعض عشان يعطونك صوره فعليه انت تقدر تشوفها وتشتغل تماما نفس فكره الاولد البيكسلات اللي ما تحتاج انها تكون شغاله ال ال اي ديز راح تكون طافيه فيعطيك غوامج وايد عاليه حق الاسود لشان تحتاج انها تكون شغاله راح اللمبه مالتها ولان انت عندك عدد صغير منهم راح يعطيك تباين وايد اكثر وكونتراست ريشيو وايد اعلى فالاج دي ار يشتغل بشكل افضل النتس والسطوع ماله يكون حتى اكثر والاسود مثل ما قلت لكم الغوامج راح تكون بشكل وايد افضل فتنحط على جهاز انت عاده تجيبه قريب من وجهك أتوقع راح يكون أفضل شاشة جربتها في حياتي مع أنه هو قاعد يستعمل وأقول فقط من أل إي دي لأن أنا من الناس اللي تجرب المايكرو أل إي دي خشوف إذا أقدر أطلع لكم الصورة آه خل هذا يكون موجود هناك خشوف إذا أقدر أطلع لكم الصورة أه أنا سافرت كوريا ورحت مقر سامسونج بسنة 2019 وشفت شاشات المايكرو أل إي دي اللي موجودة عندهم هناك شيء جبار الصورة هذه آه، كاخراويكم اياها هذه الصوره خلينا نعدل الفوكس هذه الصوره اللي انا نزلت لكم اياها على الانستغرام الشاشه اللي انا واقف يمها ترى هذه الشاشة آه، مايكرو LED. شاشه مايكرو ال شاشه وايد كبيره كهذه الصوره ثانية شاشه وايد وايد كبيره تشتغل على تقنيه المايكرو ال اي دي تعطيك وضوح والسطوع حق الوان يضاهي اي شاشه موجوده عندك الحين اللي صاير كخرج الفوكس الحين اللي صاير انهم قاعد يصنعون هذه الشاشات الان آه لحظه لحظه حتى هذه الصوره خراويكم اياها كع السريع حتى هذه الصوره هذه صورتي انا قاعد على الدرج ووراي هني شاشات مالوت طوال هذي كلهم شاشات مالوت مايكرو ال من شركه سامسونج اللي تقدر انت تجمعهم مع بعض عشان تسوي لك الشاشه الكبيره اللي توني كاق عراويكم اياها هني المبدا منها الحين هم قاعد يسونها، قاعد يصنعونها على سكيل وايد كبير حق أه شغلات تجاريه صح الاعلانات اللي ممكن تشوفها انت من المجمعات او اللي تشوفها بالشارع قاعد يستثمرون بهذا المجال بس المستقبل مال مايكرو ال اي دي انه ينحط كل بيوت على التلفزيونات ينحط على الشاشات مالت التليفونات وغيره يعني انا كل ما احضر مؤتمر مع سامسونج يكون في ان دي مثلا ولا ام ولا غيره دائما اسالهم اقول لهم متى نشوف مايكرو ال اي دي على التليفونات كلا يقولون انت مستعجل على المستقبل وفعلا هذا احنا ممكن نشوف انه ينطبق على التليفونات فكون إنه ابل نرجع حق ابل كون إنه ابل حطت لك تقنيه الميني ال اي دي اللي هي فعليا نفس تقنيه المايكرو ال اي دي بس المايكرو ال اي دي ال اي ديز راح يكونون هم بعد اصغر شيء وايد يبشر بالخير ان احنا ممكن نشوف هذا الشيء يتطور لقدام آه على تجربه المستخدم بالذات باجهزه محموله نفس الايباد على سبيل المثال فاوريدي الايباد اللي موجود عندي مال ستار 2020 يعطي 10 صفر حق اي جهاز موجود عندنا احنا اليوم بالسوق من ناحيه اللوحيات فما بالك لما هما الحين يحطون الأموال يحطون المنيا ال اللي على فكره فقط حق ال 12.9 اذا بتشتري ال 11 راح يكون على ال سي دي الموجود من قبل مع بروموشن 120 هرتز راح يخلي تجربة المستخدم ولا أروع هذا الشيء بحد ذاته راح يغير المفهوم من الأشياء اللي تقدر أنت تسويها مع الآيباد بالذات مع التايب سي موجودة عليه الحين راح يدعم لك ثندر بولت فور فراح يزيد لك السرعات ما تنقل البيانات ويعطيك تداول ما بين البيانات بشكل أكثر عشان تقدر تنقل التجربة الموجودة عليه على الأكس دي آر هذا الشيء هم بعد وايد وايد جبار حق الناس اللي تبي تاخذ الآيباد أنا أنصح أي واحد مصور مثلا محترف أو أي ناس اللي تكلمني تقول أحمد أنا بجهاز عشان أسوي عليه مونتاج حق الصور ولا تعديل على الصور أو غيره لا تباعد اخذ الايباد ما راح ما راح تندم نهائيا بالذات مع الديكتيشن اللي تقدر تسويه مع الابل بنسل حجمه والبطاريه مالته اللي تطول وايد وايد جهاز ممتاز وصار الحين هم بعد وايد اقوى بسبه الام 1 وبسبه المني ال دي كان يحط لك اياه مشبوك على اكس دي ار 6 k 4 ريزولوشن راح يقدر يعطيك بسبه الثندر بورت الجديده من ناحيه الالوان والتصميم نفس الشكل اه, آه، تعال صار يدعم ال5 جي بعد <applause> صار يدعم ال5 جي وزادوا سعه التخزين ل2 تيرا راح تكون بعد موجوده والمايكات اللي موجوده عليها بعد يعزلوا لك بشكل اكبر انا لاحظت شيء اجتماعاتي اغلبها طبعا مع وباء الحين قاعد تصير على الايباد ان كانت زوم او مايكروسوفت تيمز فيشتغل بشكل وايد وايد ممتاز استغني عن السماعه او الميكروفون التقليدي دائما استعمل الايباد حق هذه الامور كاميرات الجهاز راح يكون عليهم لايدار عدلوا لك السنسور الموجود عليه عشان يعطيك تصوير افضل وتستعمل اللايدار بشكل احسن عشان يعطيك الاوجمنتد رياليتي او الاي ار واقع المعزز او الواقع الافتراضي بشكل هم بعد وايد افضل أه ومثل ما انتم شايفين هنا شلون يشتغل تقدر تغير امور دار مدارك علشان تحسسك بالتقنيه مالت الواقع المعزز أه منتبهه بشكل مو طبيعي على شركه ابل بشكل وايد كبير طبعا غير البورتريت موديل يعطيك اياها مع الكاميرا الاماميه والبطاريه اللي تطول مثل ما قلنا لكم اللي راح تصير افشنت الحين هم بعد اكثر مع الام 1 chip الخاصه بشركه ابل الحين يعني في شغله جديده حق الكاميرا الاماميه اسمها سنتر ستيج وتشتغل بشكل وايد يعني حلو للامانه ان الكاميرا اللي موجوده لان هي الترا وايد زاويه عريضه اكثر من 120 درجه راح تخليك ان هي تتبع اي شيء قاعد تسويه فمثل ما انتم شايفين هنا قاعد يراونك ان الكاميرا قاعد تتحرك يمين يسار الجهاز فعليا واقف في مكانه بس لان انت عندك زاويه جدا عريضه راح تقدر ان تسوي تيل تو بان هذه الحركه يعرفونها المنتجين أه لان انت عندك زاويه عريضه تقدر تتحكم فيها فحركه هم بعد حلوه هذه الامور كلها راح تكون موجوده اكيد مع الايباد الجديد يوصل سعره ل 2400 دولار امريكي يعني وايد 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 غالي السطوع ماله راح يوصل ل 1600 نت مثل ما قلت لكم بسبه المايكرو اي دي الجديد و قاعد رامون شنو تقنيه الميني اي دي مو مايكرو اي دي ميني اي دي ان انت يكون عندك ال صغيره بكثافه جدا عاليه 10000 ميني ال اي دي راح يكون موجود على هذا الجهاز بالتحديد فخلينا نقول انت عندك شيء مو شغال تقدر تطفيه فيعطيك الاسود الغامج اللي انت تبيه بالاولد بس بنفس الوقت ما راح يكون عندك البرنن اللي انت تحصله مع الأوليد لانه ما راح يكون بانل واحد عندك انت فعليا الوان ال دي او اضاءه ال دي بكثافه عاليه مثل ما انتم قاعد تشوفون هنا عشان تقدر تعطيك ناتج صوره اللي انت عاده تشوفه بالاجهزه التقليديه، هم هنا يقارنونه مع الايباد ستار السابق ب 10000 ال اي دي مقارنه بكم ال اي دي موجود؟ 72 72 ال اي دي فرقم يعني تلوموني لما قلت لكم مخي انفجر لما قاعد اشوف المؤتمر امس آه شيء وايد وايد جبار، شيء وايد وايد جبار، وهذا كان اخر منتج اعلنوا عنه أه شركة أبل أه هو طبعا الآيباد برو إصدار الجديد اللي راح يعطيك أداء المفروض يكون وايد وايد قوي من ناحية شلون تقدر أنت تسوي مع الثندر بولت الجديد مع 2 تيرابايتس مع الأداء مال الأم وغيرها من الأمور اللي راح يساعد الإنجازية بشكل وايد كبير أو حتى اللعب أه راح يجي منه لون أبيض جديد الكيبورد راح يكون موجود يسوي لك الحركات اللي تقدر تسويها أنت مع التراك باد هالأمور هذه كلها اللي الآيباد أوريدي يعطيك إياها هذا هو كان مؤتمر شركه ابل الاول مال سنه 2021 حق الهاردوير من ناحيه شنو الشغلات اللي انت راح تقدر تحصلها كمنتجات جديده حمسني حق شنو احنا ممكن نشوف مع دبليو دي سي للامانه دبليو دي سي اكيد راح يعلنون عن اشياء وايد كثيره اللي راح تستغل الام 1 شيب بشكل وايد كبير. الحين في شغله ما ذكرت لكم اياها هو ريموت مال ابل تي في الجديد غيروا لك اياه صار ما يعتمد لك على التراك باد يعتمد لك على التاتش ويل بيس نفس اللي موجود على الايبادز القدم شغله حلوه بس كنت اتمنى ان البوكس نفسه بعد يغيرونه يسوونه مثلا ستيك او غيره بس قالوا لك نفس الحجم نفس الشكل نفس الابعاد وحتى نفس التسعيره اشوان ما زادوا لك هم بعد من ناحيه السعر اكثر شيء عجبني هو اكيد الاي ماكس اللي ناوي ان انا اخذ لي واحد المفروض يتوفر نص شهر خمسة وطلب المسبق على اخر هذا الشهر واخر شيء هو الايباد برو اللي متحفظ على السعر اللي انا اشوفه جدا جدا مرتفع لما تدفع انت هذه القيمه على الايباد برو يعني آه ما ادري اتوقع سعره يعني شركه ابل مبررته انه خفيف المنقل تقدر تاخذه معاك اي مكان تبي تروح ويعطيك انجازيه على الماشي اتوقع عشان سعره كذي اعطوني رايكم تحت شنو المنتجات اللي عجبتك؟ شنو المنتجات اللي ما عجبتك؟ وتاكد انك انت مشترك عشان تشوف مراجعه المنتجات اللي ان شاء الله راح نحصلها ان كان اير تاج اي ماك اليديد ونشوف الايباد برو شلون نحصله اه والابل تي في مهتمين اسوي لكم مراجعه حق ابل تي في ما ادري بالذات مع السيرفيسز والخدمات الموجوده الحين وشلون تقدر تستعمل دي ان تستعمل في بي اذا مهتمين بهذا الموضوع عطوا الفيديو لايك وتوقع بس هذا ما يخص مؤتمر ابل واذا تبي تشوف هذا الفيديو بالانجليزي رابط مالهم بعد راح يكون شاهد توقع بس سامحوني على طالك سور سلامتكم تعيشون احمد بعريكي فما الله كريم